السلام عليكم عزيزي المشاهد الكريم. اليوم سوف أتكلم عن هذه الصورة وحكايتي عن هذه الصورة. أولا وقبل كل شيء فلنتكلم عن جزيرة بغداد السياحية. جزيرة بغداد السياحية هي جزيرة سياحية عند طرف مدينة بغداد الشمالي في نهر دجلة، وتضم برجا ومدينة للألعاب ومطاعم ودارا للعرض والسينمائي والمسرحي وساحات وحدائق جميلة. كان اسم الجزيرة الجغرافي جزيرة السردات. تقع جزيرة بغداد السياحية وسط نهر دجلة على بعد 20 كيلومتر شمالي بغداد في مقاطعة 16-7 أبكار في ناحية الفحامة، الواقعة في منتصف البساتين والأشجار الكثيرة والوفيرة. ابتدأ دراسة إنشاء المركز الترفيهي عام 1979، وتم إنشاء هذه الجزيرة كأحد المشاريع السياحية في العام 1983 من قبل شركة YII الفنلندية. أنشأ جزيرة بغداد السياحية كمشروع سياحي من قبل شركة فنلندية الجنسية لصالح أمانة بغداد بكلفة مقدارها 100 مليون دولار أمريكي وبفترة عمل تقارب السنتان والنصف. وتحوي هذه الجزيرة على برج يسمى برج الجزيرة، يقع في وسط الجزيرة فوق بحيرة صناعية صغيرة وهي ضمن البحيرة الكبيرة للجزيرة، وله أربعة منافذ تتوزع على الجهات الأربعة الرئيسية. يبلغ ارتفاع البرج 63 متر ذو نهاية مفتوحة على ما حوله من فضاء، ويمكن لزواره الصعود إليه بواسطة مصعد كهرباء يتسع لثمانية أشخاص. أخذت هذه الصورة في أعلى البرج في جزيرة بغداد، ويظهر في الصورة الأصدقاء الذين قضيت معهم جزء من حياتي من أجمل أيام حياتي، ألا وهي حياة المراهقة والشباب في ذلك الوقت، وكانت فترة جميلة جدا. قامت المدرسة آنذاك بإنشاء رحلة ترفيهية لمرتين لهذه الجزيرة لما لها من أماكن ترفيه للطلاب الذين يستطيعون في ذلك الوقت الترفيه عن نفسهم والتمتع بوقتهم. الآن أقوم بعرض أسماء الأشخاص الذين قضيت معهم أجمل أيام حياتي في ذلك العمر، لأن هذه الفترة كانت فترة جميلة في ذلك الزمن. وأيضا هناك من الأشخاص كما ذكرت سابقا في كثير من الأفلام الذي عرضتها سابقا، من الأشخاص لا يملكون هذه الصورة، وأيضا بعد مرور الزمن لا يستطيعون أن يتعرفوا على أنفسهم. لهذا السبب الحمد لله ذاكرتي تسمح لي بتذكر أسماءهم. لهذا السبب سوف أقوم بعرض هذه الأسماء وإن شاء الله يتعرفون عليهم. أنا لا أعرف ماذا حل بهم الدهر، ولكني في هذه الحلقة أحببت فقط أن أذكر فترة الطفولة وفترة الشباب التي كنا معا فيها. أما ما حل بهم الدهر وما هم عليه الآن فهذه لا يعلمها سوى ربي. أخذت هذه الصورة في أعلى البرج في جزيرة بغداد سنة 1986، والشخص الذي يقف من الجهة اليمنى من يدي ألا وهو عمار رائد وهو من الطلاب المجتهدين، وحيدر خيري، وبعد ذلك سعد عزيز على جهتي اليسرى، وليث أديب، وهم من الأشخاص الأصدقاء المقربين لي في تلك الفترة الجميلة. ومع الأسف لا أتذكر الأشخاص بعد ليث أديب، لا أتذكر الأشخاص الآخرين. وهذه الصورة الجميلة تظهر مدى فرحنا وسرورنا ونحن نجلس ونأكل الطعام مع بعضنا. هناك ثلاثة أشخاص في هذه الصورة، حسب ما أتذكر اثنان منهم اسمهم عمار وواحد منهم اسمه عمر، لكنني لا أتذكر تحديدا صراحة أسماءهم الكاملة. أما هذه الصورة الجميلة فلا يظهر فيها سوى رأسي والذي يقف ألا وهو الأخ العزيز الذي تربطني
معه الأخوة وكل احترام، ألا وهو الأخ دريد عدنان عبد الهادي، وهو الذي كان يدرس في كلية الطب، وهو آخر الأصدقاء الذين رأيتهم قبل أن أخرج من العراق سنة 1996. يا رب يكون بصحة وخير وعافية. وهذه هي الصورة، تظهر وأنا جالس على الأرجوحة، وفي المنتصف الأخ حسنين، وبعد ذلك ليث أديب، وكم نحن سعداء بتلك الرحلة. وهذه صور لرحلة أخرى لنفس الجزيرة مع نفس الأصدقاء بإضافة الأخ رعد، وهو الذي يجلس على جهتي اليسرى، وهو من أهل البصرة. أما في المنتصف فالأخ حسنين. يا رب يحفظ الجميع ويحفظ العراق وأهل العراق. وهذه الصورة تظهر الأخ حسنين على جهتي اليمين، والذي يقف في المنتصف لا أتذكر اسمه مع الأسف، والذي يقف على جهتي اليسار ألا وهو الأخ حاتم. وأخيرا وليس آخرا، هذه كانت هدية بسيطة لأيام الطفولة، وأستودعكم الله يا أهل العراق، يا رب يحفظكم ويخليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.